لما تكون مفاوض رابح. يعني ايه هو بقى التفاوض؟ فالتفاوض، وطبعا انا زي ما سميت كده في العنوان، فبقول اول حاجه اولا ما هو فن التفاوض. فهو فعلا فن محتاج حد يكون يعني لامن بامور كتيره جدا، سواء على المستوى الشخصي او على المستوى المهني او على مستوى الموقف. فعشان كده قلنا ايه هو فن التفاوض؟ فاحنا التفاوض هو عباره عن موقف تعبيري حركي، يعني انت بتبقى في موقف معين، بهذا الموقف بتعبر فيه بطريقه حركيه. طبعا بيبقى قائم ما بين اتنين او اكتر حول قضيه معينه، في قضيه معينه بتناقشها من خلال عرض وجهات النظر، تستخدم فيها اساليب كتيره، الاقناع، لما حاجه ثلاث مكاسب، اما الحفاظ على حاجه مكسب قائم، او الحصول على مكاسب جديده، او الامتناع عن اي عمل معين او خسائر اخرى في اطار علاقه. وده اهم حاجه في التفاوض، هي بتكون علاقه ما بين طرفين يغلب عليها او بيكون اساسها اللي هي الاحترام المتبادل او المكسب لكلا الطرفين. فده باختصار شديد ايه هو فن التفاوض. فاحنا عرفنا التفاوض هو عباره عن ايه دلوقتي. طيب فكره التفاوض بقى، فكره التفاوض مش ان انت بتقلل سعر حاجه، بالعكس، ولسه هنعرف طبعا قدام في اساليب واستراتيجيات التفاوض، ده ان شاء الله جاي في المحاضره النهارده. ان فكره التفاوض قايمه على ان انت احساسك بقيمه الشيء اللي انت بتتفاوض من اجله وقيمه الذات. يعني ايه قيمه الذات؟ يعني انت النهارده في بتتفاوض على حاجه ذات قيمه بالنسبه لك وبالنسبه للطرف الاخر وبالنسبه لذاتك انت. انت لما بتتفاوض على حاجه، يعني ده حاجه بتبقى ذات قيمه بالنسبه لك، فانت النهارده بتحاول بقدر الامكان ان انت بتوصل، يعني مش هتقلل من نفسك عشان حاجه تقعد تتكلم فيها، فده احساس تقدير لذاتك. فانت النهارده بتبتدي فكره التفاوض بتنشا في عموما لما يبقى في حاجه ذات قيمه وانت هذا بتمثل لك شيء، مش عشان ان انا اوصل لسعر منخفض او حاجه زي كده. طيب تاني حاجه او تاني نقطه في فن التفاوض هي ايه جوهر التفاوض؟ طبعا جوهر التفاوض ان في تحقيق الربح للطرفين. طب ازاي الطرفين هيربحهم؟ كل واحد بيوصل لقناعه معينه انه حقق الربح بتاعه، فبيوصل التفاوض. عشان كده بيبقى العلاقه لا زالت قائمه وكلا الطرفين كسبان، يعني النتيجه بتساوي العلاقه، يعني العلاقه لا زالت كويسه وكلا الطرفين وصل لمرحله مرضيه. هذه من خلال بقى محادثات طويله ومن خلال التعاون ما بين الطرفين، ان انت تقدر ان انت الطرف اللي امامك تقول له انا والله اقدر اتنازل عن كذا، وهو يقدر يقول لك لا مش هينفع، طب تدي له عرض اخر هو يقبل. وصلت لمرحله التراضي، يعني النتائج بتبقى بالانس ما بينها وما بين العلاقه. فهو ده جوهر التفاوض، ان كلا الطرفين رابح. طيب الحاجه الثالثه والاهميه من اسس فن التفاوض، ان انت لازم تكون بتخطط، اللي هو التخطيط للتفاوض. طب التخطيط اللي هو عبارة عن ايه؟ نقطتين، ان انت بتعرف الليميت بتاعك ايه، حدودك ايه، او نقطة الستوب اللي انت بتستوب عندها او الانصراف، من خلالها بتدعم ده بخطة بديلة، وهنا بتكمن بقى ايه قوتك الشخصية كمفاوض. والحاجة التانية في التخطيط، امتى هتبدأ التفاوض؟ وده بيتطلب منك ان انت تكون عندك بيانات ومعلومات عن الطرف الاخر وبيانات ومعلومات عن أهدافك وطموحك، الحاجات اللي أنت عايز تحققها للحصول على أفضل نتائج. يبقى باختصار شديد، إحنا التفاوض ده عبارة عن موقف أو حاجة، قضية معينة بتصور ما بين اتنين أو أكتر، كلا الطرفين بيسعى للحصول على حاجة من ثلاثة، إما الحفاظ على المكاسب اللي حصل عليها، أو يعني إن هو يبتدي يحصل على مكاسب جديدة، أو بيمتنع عن أي خسائر في ظل علاقة حميمة قوية ما بين الطرفين، وكلا الطرفين بيطلع من هذه المرحلة طبعا كسبان.
طبعا السلايد اللي بعد كده احنا بنتكلم عن نرفع سلايد. تاني حاجة أهمية التفاوض. أهمية التفاوض طبعا لازم لأي موضوع بيدرس سواء أكاديمي أو مهني، ده لازم من خلاله له أهمية. فأنا النهاردة لما باجي أتكلم عن التفاوض كفن وكمهارة وكحاجة في واقع الحياة، فلازم بيبقى ليها أهمية. فأهمية التفاوض بتيجي من حاجتين متبادلتين، ممكن تقول الحتمية والضرورية أو تقول الضرورية والحتمية. فالضرورية لأن إحنا بنعيش في عصر طبعا كله تفاوض على المستوى الفردي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى المجتمعي وفي كل نواحي الحياة، فتحس إن التفاوض له ضرورة في كل حاجة، لازم بتتفاوض. لو انت رايح بتشتري ملبس او مأكل او اي حاجة بتتفاوض، اما في الجودة اما في القيمة، بقى في تفاوض. والتفاوض زي ما احنا قلنا في البداية ان حاجات ذات قيمة ليك، فده بيعد ضرورة. وانت النهاردة ما في واحد الا ما تلاقيه بيتعامل بالتفاوض، سواء كان مشتري فهو بكرة هيبقى بائع، والبائع النهاردة هيبقى مشتري، ففي كلا الحالات فانت لازم ضرورية التفاوض على المستوى الطرف والطرف الآخر. إذا كنت النهاردة أنت بائع فأنت النهاردة ليك أسلوب في التفاوض وله أهمية، وإذا كنت النهاردة أنت مشتري فأنت برضو له أسلوب وله طريقة في التفاوض. والحتمية، الحتمية ليه؟ يعني الحتمية معناها إن حاجة لا بد منها، لأن في أي مشكلة لا بد من السبيل للخروج لحل. فأنا النهاردة عشان أوصل لحل لازم أقعد مع الطرف الآخر، ولازم نسير القضية اللي بيننا، ولازم نتواصل لحل بيننا. فعشان كده لقوا إن التفاوض ده حل للوصول لحلول لأي نزاعات. فده تعتبر باختصار شديد أهمية التفاوض من الزاويتين دول، إن هو ضروري وحتمي. فده كانت أهمية التفاوض. نيجي بقى نتكلم على نيجي نشوف ايه هي بقى القواعد الأساسية للتفاوض. طبعا لما اجي اقول لك القواعد الأساسية لعملية التفاوض، فدي حاجات رولز لازم تعتمد او تطبقها كاملة، مش بند واحد، مش قاعدة واحدة. طيب لو جيت اقول لك النهاردة من اول القواعد ان لا تتفاوض، طب ازاي يا دكتور؟ النهارده حضرتك بتقول لي هتعلمني ازاي ابقى مفاوض رابح. طب وازاي ان اول قواعد التفاوض ان ما تفاوضش؟ دي قاعده اولى بتبتدي بتستخدمها في مرحله معينه. يعني النهارده لو انا راجل ببيع حاجه ذات قيمه، وشايف للطرف اللي قدامي ان الحاجه ده هي ما ينفعش انزل فيها ولا اخفضها ولا ينفع فيها تفاوض، هو الوضع بتاعها بسعرها بالكواليتي بتاعها بكل حاجه، فخلاص هذه ده بيتباع كذا، حددت قيمته وخلصت، ما في تفاوض. وعلى فكره لو جينا نبص، لو منكم كتير بينزل مثلا في بعض المحلات، لو انت بنزل تشتري مثلا بدله او نزل تشتري حاجه وتيجي تقول البدله دي بكام، يقول لك مثلا ب 2000 جنيه، طيب ما فيش ديسكاونت ما فيش خصم؟ لا والله يا فندم احنا ما عندناش خصم، احنا السعر واحد. فده في حد ذاته ده قاعده، مش كلام كده وخلاص، لا ده دي قاعده. طيب لو انا بقى المشتري احدد اللي انا عايزه ايه. انا عايز حاجه بخمسه قروش، دي بكام؟ ب 2000. وانا معايا 1500، السلام عليكم، مش هتكلم معاه. هو بقى لو عنده نقطة أو يعني مثلا نقطة ضعف، أو هو عاوز بقى يكسبني أو يخليني أشتري، هيبقى ليه؟ ده خصم، يبقى تيجي منه. يبقى النهارده أنا بتكلم أدي كبائع أنا بحدد قيمة ومفيش نزول عنه. طب كمشتري أنا برضو الحاجة اللي أنا هصرفها أو اللي أنا هدفعها مفيش تفاوض. فالنهارده لما بنعرف الشيء النهارده
في انت اما تكون طرف او طرف اخر. فانا النهارده القاعده الاساسيه تفاوض. طيب القاعده الثانيه لا تتفاوض مع نفسك. معنى انا النهارده ما تحدثش نفسك ان النهارده انا دلوقتي البدله دي لو هو قال لي 2000 جنيه طب انا ممكن يعني مثلا احاول اتصرف واكملهم او احاول ان انا مثلا اجيب من حد. فانت عمال بتحدث نفسك يضعف منك كأداء تفاوض. فانت النهارده تفاوض سواء في مشكله او في قضيه دكتور صوتك عم يقطش. بعتذر عن الانقطاع، بعتذر عن هو بس عن مشكله في النت بس اول مره تحصل مش عارف النهارده في ايه بس انا بعتذر. ولا يهمك، تفضل دكتور. نكمل مع بعض. ان شاء فطبعا الله. هي يبقى القاعده الثانيه في التفاوض ان لا تتفاوض مع نفسك، يعني حاول كان اذا كنت بائع ما تقولش ايه اخفض عشان ارضي الطرف الاخر. طب واذا كنت مشتري لا احدد اللي انا اريد انا اشتريه وما اعملش فيه عرض، يعني ما اقولش طب ينفع بكذا وافضل ابتدي يعني مثلا ايه اعمل معاه زي اي اسلوب من اساليب التفاوض وكده. يبقى انا لا اتفاوض ولا اتفاوض مع نفسي. طيب القاعده الثالثه ان لا تقبل العرض الاول مطلقا. يعني ايه؟ يعني وانا جاي بتفاوض مع حد وجاء قال لي ده الموبايل ده مثلا ب 300 جنيه، ما اقولش بقى ده لقطه ده بيساوي ده انا كنت سامع ان هو ب 2000 وبقول له 300 جنيه لا ما تقبلش، ممكن يبقى فيه اي حاجه اصبر. فلا تقبل العرض الاول مطلقا. طب ايه الاسباب؟ الاول قد يكون الطرف الاخر ده مفاوض على الفطره فبيشوفك فبالتالي ممكن يكون هناك حاجه افضل او هو مش ذات قيمه او اللي انت شفته حاجه وده صناعه حاجه تانية. فانت لازم الاول اذا كنت راجل انت اللي هتشتري فلا تقبل العرض الاول مطلقا. واذا كان في اذا كان في السعر او في الحاجه اللي انت هتاخدها فيها اي حاجه غير طبيعيه او مغريات. طيب السبب الثاني ان لو اللي قدامك بقى محترف في التفاوض فانت كده هتبقى انت قصرت القاعده الثانيه اللي انت بتتفاوض مع نفسك. فانت دايما لا تقبل العرض الاول مطلقا، شوف وادرس وخد قرارك، ما تقولش موافق وتاخد على طول. يبقى لا تتفاوض، لا تتفاوض مع نفسك، لا تقبل العرض الاول مطلقا. طيب القاعده الرابعه لا تكن صاحب العرض الاول ان استطعت. كتير لما بندخل محل او لما بنيجي مثلا نشتري سياره فدايما اللي بيجي يشتري حضرتك هتديها لنا بكام؟ لا حضرتك قول انت الاول، لا والله انت اللي تقول، لا والله انت اللي تقول. دايما الطرف الاول او الطرف والطرف الاخر دايما بيكون بالذات في السيارات لانها سلعه ذات قيمه فهو عاوز ياخد منه العرض الاول. ليه؟ لانه اكيد اكيد بعد العرض الاول في كلام تاني فهو بيحاول بقدر الامكان ما يكون صاحب العرض الاول. كذلك عشان تكون من قواعد التفاوض ان لا تكون العرض الاول. تمام؟ طيب لو انا حبيت بعد ما لا يعني ما تفاوضتش او ما تفاوضتش مع نفسي وما قبلتش العرض الاول وما كنتش انا صاحب العرض الاول، في قاعده دايما بيقولوا عليها 80-20، يعني اسمع بنسبه 80% واتكلم بنسبه 20%. طب السبب الرئيسي في حاجه زي دي ايه؟ لان انا لو انا تحدثت كتير دايما يقول لك ايه انما يبدي عيوب
ذوي الكلام المنطقي. يعني النهارده لو واحد بيتكلم كتير هتبص تلاقي بيغلط، فانا النهارده لما اقعد اتكلم كتير هتبص تلاقيني نمره واحد، كسرت القواعد السابقه كلها. ليه؟ وانا بتكلم كتير عمال بتفاوض، وتفاوضت مع نفسي واباء، وقمت قايل عرض اول. فده دايما المتفاوض او من قواعد التفاوض ان انت لازم تبقى قاعد مستمع، ومستمع بنسبه 80%، مش 70 ولا 60 ولا 50-50، لا لا لا، انت تتكلم 20 وتسمع اكتر. ده من القواعد المهمه جدا في التفاوض. القاعده التاليه ان دايما يقول لك ايه، لا تعطي هدايا مجانيه على الاطلاق. واحد بيسالك انت النهارده شغال فين، شغال في مكان الفلاني، فما اجيش اقول له والله وبابا كذا، انت كده اديته هديه مجانيه. ده على المستوى الشخصي، على مستوى التعارف، ما بالك على المستوى بقى التفاوض. انا النهارده جاي قاعد بتفاوض مع جهه او بتفاوض مع اشخاص على حاجه معينه، ما اجيش ادي له معلومه ياخدها يبقى هي بالنسبه له نقطه الانطلاقه او النقطه اللي يبتدي يبني عليها اذا كان ياخد مني نقط اضافيه في عمليه التفاوض او حاجه زي كده. فدايما ابدا في حياتك سواء تفاوض او غير تفاوض لا تعطي هدايا مجانيه. بمعنى انا واحد بيتعرف عليا، اسمك كذا، اسمي كذا، طيب انت النهارده عاوز تاخد معلومه معينه، المعلومه دي لازم هو يسعى اليها حتى لو بالسؤال. فانا النهارده ما يجيش شخص عايز يتعرف او عاوز في بيننا موضوع او عايزين نبتدي في حاجه معينه هتربطنا بعمل، ما ينفعش انا اجي واقوم قايل ايه مدي له كده ايه معلومات من غير حتى اكلف عناء السؤال، لا. فمن القواعد المهمه برضو في التفاوض ان لا تعطي هدايا مجانيه على الاطلاق. القاعده التاليه برضو دايما يقول لك احذر تشريح الصفقه، يعني ما تقسمهاش اجزاء وشرايح. ليه؟ لان انت النهارده التقسيم ده قد تضر بنفسك وبالطرف ولا تجعل الطرف الاخر يقوم بذلك. ليه؟ لان انا النهارده لما اجي الطرف بقسم الشريحه اقول له والله انت لو انت اديتني كذا كذا ده والله هيترتب عليه ان انا لسه هجهز المعرض ولسه هصرف عليه ولسه مش عارف ايه، فده بيضر بالتفاوض. انت النهارده رايح تتفاوض عشان هتفتح مشروع او هتفتح شركه، فانت النهارده ما تجيش تشرح عشان بتتفاوض معايا وعايز تاخد بسعر منخفض او بقيمه او تكسب او تعمل العقد بمده طويله او حاجه زي كده، ما تشرحش الدنيا. دايما خلي الامور عامه، خلي ما تديش لا معلومه مجانيه ولا تشرح الحاجه، انت بتتكلم في الحاجه اللي انت بتتكلم فيها وفقط. انا عاوز مده يبقى بتكلم في المده. ليه؟ لان انا محتاج ان انا مثلا المشروع يحتاج مني وقت كتشغيل وكذا، انما ما اقولش ان انا هصرف وهكلف وعلى بال ما اعمل، لا لا تشرح الصفقه. القاعده التاليه طبعا اللي هي تجنب قسم المبتدئين. يعني ايه؟ يعني النهارده قعدت وتفوضت شفت النتائج معينه والنتائج بالنسبه لي بعد ما مشيت ما كانتش مرضيه، ما ينفعش تقوم قايل ياه لو كنت عملت كنت اخذت، ولو كنت مش عارف ايه كنت عملت ايه. لا، انت قبل ما تاخد ما تندم شوف قول ده كان هيكلفني لو انا اتنزلت هيكلفني ايه، ده بالنسبه له لو انا اتنزلت كان الطرف الاخر هيستفاد ازاي، ماذا المقابله اللي انا هعملها، ايه اللي انا كنت مثلا اللي انا عايزه من المقابله. طبعا لما اجي اشوف الاجابه هيكل ايه وهجبت الاخر واللي انا عايزه من المقابله ايه، هتبص تلاقي الاجابه عندك في القاعده نفسها هي تجنب ندم المبتدئين. فانا النهارده ما ينفعش راجل بتفاوض واندم، لا. عشان كده لازم التفاوض زي ما قلنا في البدايه بتخطط له، لازم تبقى محضر كويس وتتفاوض. لا، موضوع التفاوض كبير، لا كبير تفاوض في 10 دقائق او في 5 دقائق بس، لازم تكون جاهز. لما تيجي تتكلم في موضوع كبر او صغر انت لازم تكون محضر له وعارف انت عايز ايه وهتعمل ايه. وده برضو في هنتكلم قدام على الجوانب اللي تخليك مفاوض رابح. طيب الحاجه اللي بعد كده او القاعده اللي بعد كده النهارده، تجنب الصفقات السريعه دايما. ليه؟
لان انا النهارده واحد قال لي تبيع اشتري هات خد، انت ما تعرفش ده مش اسلوب تفاوض. الحاجه السريعه دي انت ما تعرفش الشخص الطرف الاخر يعني ايه السرعه، ايه اللي خلاه يسرع ايقاع التفاوض بسرعه اذا كان مثلا كان بطيء وهو سرعه، اذا ايه اللي خلاه يقبل ان هو مثلا وافق على طلباتك كلها. فانت لازم تدرس، فانت الحاجات اللي زي دي ليها يعني استراتيجيات التعامل، وهقول لك قدام ازاي تتعامل مع المواقف اللي زي دي. فانت لابد من تجنب الصفقات السريعه، وان انت تاخد قرار متسرع او فجاه وانت بتتفاوض تبص تلاقي المفاوض اللي قدامك سرع من الوتيره او قال لك طب انا موافق دي ما يعقبوهاش منك، يلا نمضي او يلا ننفذ. لا، لازم تبقى مستمع جيد. هتبص تلاقي القواعد اللي انا بقولها دي كلها مترابطه من اول قاعده لا تتفاوض لحد اخر قاعده انا بكلمك فيها. القاعده الاخيره دايما نقول ان التفاوض ده دايما بالانس ما بين النتائج والعلاقه. فانا النهارده لما بحصل على اقصى نتائج انا ببقى هي لا تسوء العلاقه. القاعده اللي معانا اللي بتقول لا تبوح باخر ما عندك مطلقا، يعني انت النهارده ما تجيش بعد ما تخلص الصفقه تقول له والله يا اخي انت لو كنت قلت لي ب5000 لكنت وافقت، لان كان يهمني. غلط. ليه؟ لان انت هتخليه يأنب ضميره ويقول لك يا ريتني ما اتسرعت، يا ريتني ما عملت. فانت دايما حتى سواء كسبت او خسرت لا تبوح باخر ما عندك مطلقا، يعني دايما احتفظ باللي عندك. المكاسب اللي انت حصلت عليها شكرا، انها ما جيش في اخر التفاوض وهم قام بقى رامي كل الكروت بتاعتي واقول له ده انا كنت. طبعا الكلام ده ما ينفعش. فعشان تبقى انت محافظ على القواعد دي كويس، ثق تماما ان ده اللبنه او الاساس القوي ليك كمفاوض رابح. لكن هل هي دي فتره المفاوض الرابح؟ لا. نيجي للسلايد اللي بعد كده هنبص نلاقي رابعا هندخل على اخطاء التفاوض. طيب احنا طبعا عرفنا ان انا كمفاوض وعرفنا القواعد، طب هي الاخطاء القاتله، وانا اعنيها بمعنى الكلمه اخطاء التفاوض القاتله، هي دايما او معظمها بيجي على الشعور او الاحاسيس. فانت النهارده ما ينفعش المشاعر والاحاسيس بتاعتك تدخل في عمليه التفاوض. فغالبا هتبص تلاقي اول حاجه عندنا خطا قاتل الغرور. سواء انت كنت بتقدم منتج قوي او انت راجل مثلا مهاراتك عاليه، فلا تعطي مساحه اللي قدامك ان انت يحس فيك بالغرور، فبالتالي ياخدها عليك وتبقى نقطه في التفاوض. يبقى النهارده دايما لما بتيجي تتفاوض او تقعد مع حد، لا خليك زي ما بقوله كده ايه، مش عارف اقرا ملامح وجهه، مش عارف اذا كان مبسوط ولا متضايق، مش عارف اذا كان راجل يعني ذات قيمه ولا لا. فما ينفعش ابقى مغرور. فيعني مثلا افتكر قاعده وكل معظمنا يعرفها، لما جه مثلا دخل انسان ذا قيمه وذا هيبه على الشيخ الامام الشافعي، فدخل الراجل ولابس وبسم الله ما شاء الله عليه هاله كبيره، فاول ما قعد سال سؤال لا يرقى لهذه الهاله. قام الامام الشافعي قال ايه؟ الان انا للشافعي ان يمد رجله. يعني ان النهارده لما بتيجي، الشاهد بقى من الكلام ان انت النهارده لما بتيجي تقعد لا تبين اي صفه، ما ينفعش اي صفه من اللي هذكرها او اللي انا بقولها دي تبان عليك. لازم تبقى انت قاعد بتتفاوض، اذا كنت مبتسم فالابتسامه تبقى لا هي اوفر قوي ولا هي يعني مقشر قوي. فالنهارده ما ينفعش تبقى انت قاعد محسسه ان انا لا انا بتكلم عن حاجه مش هتلاقيها في السوق، غلط. ولا بتكلم على موقع هتاخده مني مش هتلاقيه في السوق، ولا ان انا الشركه الوحيده، ولا انا اللي بقدم الصيانه الوحيده، لا خالص. لازم تبقى لا للغرور، لان ده من الاخطاء القاتله في التفاوض. الخطا الثاني القاتل الطمع، ان انا احس اللي قدامي ان انا طمعان فيه، ان الراجل ده يعني عشان حسه مثلا مش متحدث او مش لابق او بيبيع لي سلعه او باخد منه حاجه، ان انا احسسه ان انا طمعان. ودي يعني
لما بتحس حتى انت بالطمع ده بيفقدك انت نفسك كمفاوض ان انت شائل. يعني ممكن انا رايح اجيب من حد اشتري السياره دي والسياره دي عجباني والراجل ده يعني ممكن يكون مثلا بعيد عن السوق، مش عارف سعر، مش عارف قيمه الحاجه اللي معاه، وانا من طمعي انزل فيها واجي اخرج ابص الاقي اختها منها موديل وبسعر اقل، يبقى انا كده من طمعي خسرت. فانت النهارده لا للطمع. كذلك برضو من اخطاء التفاوض القاتله الاشتهاء، لان انت النهارده لما تيجي تشتهي شيء وانت داخل بتشتري مثلا وليكن عجباك او انت في احتياج او انت راجل مثلا على وش زواج وداخل، مجرد ما تقول للبياع او اللي انت هتشتري منه حاجه ده انا عريس وبدور على بدله، هو كده خلاص والبدله دي عجباني، الكلمه دي اشتهاء. فانت النهارده ما تحسسش اللي قدامك ان انت بتشتهي الاشياء او ان انت الشيء ده تشتهيه وخده وعجبني، لا. انت النهارده لما تيجي تتفاوض لا تظهر اي ظواهر انجذاب او ان انت الحاجه دي هتاخدها، انت كده خسرت من قبل ما تتفاوض. انت كده لو انت الموقع ده عجبك اللي انت تقيم فيه مشروعك، مجرد ما يحس فيك طرف اخر بالاشتهاء وعجبك بالمكان او اشتهاك له، خلاص انت كده خسرت. فده خطا قاتل جدا، ما ينفعش تشتهي شيء. فده لابد من انت تسيطر على الموضوع ده والتأثيرات او الشعور والاحاسيس اللي هي بتنتابك اثناء عملية التفاوض من هذه الصفات. يعني الخطأ الرابع القاتل الغضب. طبعا مجرد ما تغضب ده التأثير العاطفي ده بيأثر على عملية المفاوضة اصلا. انت النهاردة المبادئ الرئيسية في التفاوض ان انت راجل متعاون وفي مش 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 داخل في منافسة. فانت النهاردة ما ينفعش لما يجي يكلمك تغضب، فالغضب في حد ذاته بيفقدك التركيز، بيفقدك المناورة، بيفقدك تعاون الطرف الآخر. هو الطرف الآخر ممكن يتعاون معايا في حتة التفاوض طبعا، مجرد الأسلوب الراقي أو الهدوء في التعاون أنا ممكن بقاعدة 80-20 ممكن أكسب منه كل حاجة وأنا قاعد هادي. إنما مجرد الغضب هو ممكن الطرف الآخر ده يمتنع عن الكلام فأنت خسرت. فده من أخطاء القاتلة. كذلك الشراهة أو الجشع، أنت تحس بنقطة ضعف للطرف اللي قدامك فأنت يعني يبقى عندك شراهة أو جشع أن أنت تغله. فده برضو كنقطة تفاوض ممكن تقول أكسب. لا، في قاعدة دايما لما باجي أشرحها مثلا لفريق العمل أقول له دايما اكسب سوق وما تكسبش بيعه. بمعنى النهارده لو انت راجل جاي في بتبيع مثلا منتج وجاي المنتج ده عاجبني ومش عارف قيمته وانا عايزه، فانت النهارده البدله بتتباع ب 2000 وانت قايل للراجل 2.5، انا اقول لك برافو عليك؟ لا خالص، انت كده عندك جشع. انا بقول 2000 ولو ممكن تبقى 1900 يبقى انت تتعامل على هذا لما تبقى جشع. لو انا خرجت بره هيتقال عليا ايه؟ يقول لك لا المحل ده لا 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 لا، اخت البدله اللي عنده رحت شفت ولقيتها ب 1500 ولقيتها ب 1900. فانت النهارده بالشراهه بتاعتك او الجشع انت كده خسرتني سوق. ان انت كده انت ما كسبتنيش، انت كسبتني في بيعه لكن خسرت سوق. فدايما اوعى تكون جشع في اثناء عمليه التفاوض لان ده من الاخطاء القاتله. كذلك الحسد. النهارده وانت بتتفاوض ما ينفعش تحسد الطرف الاخر. انت مثلا راجل ممثل الشركه والشركه الثانيه المنافسه ليك في ممثل ليها وقاعدين بتتفاوضوا، تبص تلاقي اللي قدامك الشركه مدياله بنفيت عاليه، مدياله ليميتيشن في التفاوض عالي، بياخد قراره. فما ينفعش انت تقعد تفكر يا ده شيء ده الشركه دي قويه، شوف بيتكلم ازاي، شوف الامكانيات ازاي، شوف عندهم استعداد يعملوا. لا ما تحسدش. انا النهارده راجل داخل قدامي هدف،
لو انا قاعد بركز في هدف اخر انا كده بخسر. يبقى ما ينفعش احسد وما ينفعش ابقى كسلان. الكسل، انت النهارده لما بتكون كسلان في حته وتيجي تدخل مفاوضه، لا انت عارف معلومات عن الطرف الاخر، ولا انت محضر انت عايز ايه، ولا هتوصل امتى، ولا التوقيت امتى، ولا تقف امتى، ولا محضر الكلام ده كله، يعني ساعتها انت كده كسلان. يبقى ده خطأ قاتل جدا. يبقى انت النهارده ابعد اي مؤثرات عاطفيه، ابعد غضبك وغرورك وطمعك وجشعك وحسدك، وابعد كل الكلام ده كله، ولازم تكون راجل يقظ ومحضر مش كسلان. فالنهارده عشان ابقى مفاوض كويس لازم ابقى في نصب عيني كده، انا دلوقتي عرفت القواعد الاساسيه وانا بتفاوض، والنهارده عرفت، وتاني حاجه عرفت الاخطاء القاتله فاوض، فكده يبقى انا وصلت للاسس الاساسيه او الاسس اللي انا هبني عليها لما اجي افكر في اي تفاوض ايا كان. ندخل على النقطه بعد كده. انا النهارده لما باجي اتفاوض، طبعا انا عرفت القواعد وعرفت الاخطاء، وكنت حريص جدا ان انا يعني لا التزم بالقواعد وما اقعش في الاخطاء، ودي طبعا مهمه جدا ولازم تتحفظ، ولازم لو انت حتى ما انتش مفاوض بالفطره زي ناس كتير عندهم حته التفاوض دي بالفطره، لا انت ممكن تعلم نفسك التفاوض وتبقى اشطر منه لو التزمت بهذه القواعد وابتعدت عن هذه الاخطاء. طيب التفاوض ده استراتيجيات كتيره جدا، طبعا انا كتبت معظمها واخدت اثنين او ثلاثه كده ان شاء الله هشرحهم. لكن قبل ما تبقى انت راجل مفاوض او عندك استراتيجيات معينه ممكن تعرفها في التفاوض، وممكن تضيف استراتيجيتك انت من مواقف الحياه، لازم تعرف ان اللي خاف بسيط جدا ما بينك وما بين اي حد، لكن هذا بيزيد امتى؟ لما هو يبقى عنده استراتيجية تفاوض، يعني عارف امتى هبتدي، عارف امتى هقف، عارف امتى دي هعطي للطرف الاخر حاجة معينة خد بيها. فلازم يبقى عندك يعني عامل بلان وانت داخل تقعد يعني اجتماع ترضى ثقه ان انت كموظفين بيكون انت في هو بيستخدم استراتيجيات وانت ما عندكش اي استراتيجيات. طب النهارده الاستراتيجيات اللي انا عايز تخليني مفوض ناجح، لازم من الاول افاد هامه مهمه جدا عند تطبيق الاستراتيجيه. يعني مش هتكلم الاستراتيجيه، هكلمك في المبادئ المهمه. هم اربع مبادئ، نمره واحد من اهم المبادئ عند تطبيق الاستراتيجيه الوقت. انت تقدم الاستراتيجيه وانت استخدم دي، مين اللي هيقول لي؟ الموقف اللي هيقول لك انت محتاج ايه، اللي هيقول لك انت عايز توصل لايه. فانا النهارده عندي الوقت عامل مهم، امتى ابتدي وامتى انتهي، خد الاستراتيجيه دي وامتى استخدم الاستراتيجيه دي. فالوقت مهم جدا، ما ينفعش تقول ده انا اتعلمت ان انا لازم ان انا افضل قاعد ساكت او ما اسمعش، او لو واحد قال لي انا عايز اجرب القطعه دي او اجرب الحاجه دي او ما قال له لا انا ما خدتهاش، انا ما اتعلمتش ازاي اديك حاجه تجربها. لا، وما ينفعش اقول ده انا اتعلمت ان انا عشان من استراتيجيات التفاوض ان انا اخلي عميل يجرب، افرض حاجه لا تجرب. فلازم يبقى انت عندك عامل التوقيت لاستخدام الاستراتيجيه دي. ممكن استخدم اثنين، ممكن استخدم ثلاثه، والاستراتيجيه دي ممكن ان انا اعرضها لك، وممكن من واقع انت ممكن تعمل استراتيجيه لنفسك. فانت لازم، بس الاهم ان انت يبقى عندك استراتيجيه.
الأهم إن أنت يبقى عندك استراتيجية. طيب المبدأ الثالث إن أنت دايما لازم تبقى أنت الاستراتيجية اللي أنت عارفها عارف عكسها، فهم كيفية عكس الاستراتيجية. زي ما أنا قلت لك في البداية، أنا النهاردة مشتري بكرة بائع، أنا النهاردة طرف بكرة طرف آخر، أنا النهاردة مالك بكرة مؤجر، أنا النهاردة أنت فأنت النهاردة لما تفهم الاستراتيجية اللي هي طريقتك وأسلوبك في التفاوض لازم تبقى أنت فاهم عكسها عشان تعرف تستخدمها. والقاعدة الأخلاقية المهمة إن دايما في التفاوض من المبادئ الأساسية لما تيجي تستخدم استراتيجية لا تدمر العلاقات. يعني النهاردة مش عشان أكسب منك الجلسة دي أخسرك مدى الحياة، لا، عدو اليوم صديقه غد. النهاردة في مثل مش عارف يعني إذا كان معانا عرب ولا تفهموه، دايما يقولك النهاردة اللي ما تحتاجش وشه بكرة تحتاج قفاه. فأنا النهاردة يعني الأمثال الشعبية كتيرة جدا في هذا المضمار يعني. فأنا النهاردة ما ينفعش أنت راجل تيجي تقول لي أنا بتفاوض معاك والكلام والفل، ده التفاوض أساسه أن أنت بتوصل للحلول، حتمي وضروري عشان أن أنت بتوصل للحلول، بتحل المشاكل، مش أحل مشكلة أقطع أوصل لقطيعة فما ينفعش تدمر العلاقات. كان مهم جدا لازم أقول لك الأربع المبادئ دول وأنت بتستخدم الاستراتيجية أو أكتر من استراتيجية، أن أنت لازم تعرف التوقيت المناسب ليها. ممكن تستخدم عدة استراتيجيات، لازم تبقى أنت فاهم عكس الاستراتيجية إيه، ولازم دايما تبقى أنت حريص الاستراتيجية دي فيها سحب وجذب وشد والكلام ده كله، يبقى أنا حريص أن أنا مدمرش العلاقات. نيجي بعد كده نشوف الاستراتيجية الأولى. من الاستراتيجيات المهمة حتى أنا حطيتها في سلايد لوحدها عشان تبقى أنت فاهم الاستراتيجية إيه وعكسها إيه. وطبعا بعد الاستراتيجية دي برضو عامل واحدة تانية، الاستراتيجية إيه وعكسها إيه. أنا بعد كده سارد لك بعض الاستراتيجيات، مش الكل طبعا، المهمة أو اللي مستخدمة في الواقع بتاع الحياة. فأنا النهاردة عندي عامل السلطة المحدود، أنا النهاردة دي استراتيجية بأستخدمها. أنا النهاردة جيت دخلت على لجنة، أنا النهاردة راجل مورد وداخل بتفاوض معاهم، هم عايزين شروط التوريد كلها، يبتدي يتفاوض معايا فيها، وأهم حاجة بالنسبة له أن أنا أسلم بسرعة والسعر ينزل ويعلي فترة الضمان، عايز كل المكاسب من الآخر يعني. أنا النهاردة لما باجي أتفاوض معاه أستخدم الاستراتيجية دي، عامل السلطة، أقول له لا والله ده مش بتاعتي، ده مش إمكانياتي، أنا والله ما أقدرش، ده لازم أرجع أخد قرار، أنا ما فيش معايا السلطة إن أنا أقول لحضرتك خد دي أو أعمل دي، معلش لازم أرجع أخد قرار، لازم أرجع أتديري، ده مش عارف إيه. حتى لو أنت معاك كل الصلاحيات أنت بتعمل دي بتستفيد بيها بالوقت، تحصل بيها على بعض معلومات والمساعدة، وفي نفس الوقت خسروش، ما تقولوش لا شدها لك أنا بقى. فدي عامل محدود، أنا النهاردة بدأ إن أنا عاجز، وده كمفروض ممتاز. طيب عكسها بقى، أنا النهاردة لو هو بقى جاي بيتفاوض معايا أقوم أقول له حضرتك بتشتغل إيه، البوزيشن بتاعك إيه، صلاحياتك حضرتك يعني أنت مدير هترجع لحد، فلازم أعرف مستوى السلطة بتاعه قبل التفاوض إيه، وبعد كده أحاول الوصول إلى السلطة الأخيرة. لو هو راجل قال لي لا والله ده أنا مندوب، أقول له طب معلش اتصل على المدير بتاعك، ممكن يوم اتصل عليه أنا كده خلاص لغيته، لازم أوصل للسلطة الأخيرة عشان أعقد معاه اجتماع أو اتفاق. أقول له يا فندم إحنا محتاجين 1 2 3 4، حتى لو تلفونيا هحصل منه على اللي أنا عايزه، والمندوب بالنسبة لي مؤدي. طب لو هو نيجي نتكلم فيها دي، لو هو راجل مدير ومعاه الصلاحيات، طيب ازاي يخرج منها؟ سهله جدا، السلطه الاعلى مني، انا راجل مدير ومعاه صلاحيات، بس اللي انت حضرتك عايزه ده لازم اوصل للعضو المنتدب، لازم اوصل لرئيس مجلس الاداره عشان عشان تنزل في سعر. طبعا انا مقدم لحضرتكوا اخر ساعه، ما ينفعش انا داخل عشان انافس، داخل عشان اكسبكوا، أنا داخل عشان. فأنت النهاردة بتكسبه وفي نفس الوقت
بتحسسه برضو ان انت يعني بتستخدم عامل السلطه بطريقه كويسه. وانا النهارده لو انا الطرف او العكس، طبعا كل حاجه وليها طريقتها واسلوبها، ولازم تبقى انت واعي جدا وانت الاستراتيجيه. لو جينا نبص الاستراتيجيه اللي بعد كده، الاستراتيجيه الثانيه نزلت على الاستراتيجية الثانية دكتور. معلش بعتذر عشان النت. الاستراتيجية الثانية حطيت عليها بس يمكن عندك ملا واضحة. وضحت عندك دكتور؟ ظهرت؟ دكتور سامعني شيء؟ دكتور بعدك معنا؟ أنا بعتذر للمرة، مش بإيدي والله، هو النت فيه حاجة، هو عمال معينة. فانا بعتذر. بالنسبه لي للاستراتيجيه الثانيه، دكتور ظاهر عندك السلايد هلا ولا كيف؟ الاستراتيجية الثانية طبعا صوت عم يقطش. تمام. فده بالنسبة للاستراتيجية الثانية. معلش بعتذر على الانقطاع.
فنيجي بقى نشوف الاستراتيجيات اللي بعد كده. طبعا عكس الاستراتيجية، طبعا احنا عرفنا المفروض بنستخدم ازاي، ان بغير مكان التفاوض او ان انا بحدد الحاجات اللي انا عايزها. طبعا دي بقى نرفع شوية، دي استراتيجيات انا كاتبها، يعني ممكن تقراها، ولو اي حد مش قادر يفهم معنى الاستراتيجية او نوضحها ممكن يتواصل معي، اما عن طريق الواتساب او الفيسبوك او عن طريق الأكاديمية. فطبعا من ضمن الحاجات المهمة هنا، لو جيت تلاحظها، الاستراتيجية الرابعة اللي هي التجربة. في حاجات كتيرة، مثلا لو انا راجل عندي معرض سيارات ممكن يبقى عندي عربية تست درايف، فده لما يجي من ضمن الادوات او التفاوض ان انا ابيع للعميل عربية معينة اقول له خد جربها. دي استراتيجية من الاستراتيجيات. في عندي مثلا استراتيجية الانسحاب، ان انا مثلا ممكن انسحب لفترة معينة، اخذ معلومة او حد قبل الوقت، امتى اسم الاستراتيجية دي. وبرضه هنبص نلاقي مجموعة استراتيجيتنا السلايد اللي بعد كده. شوف السلايد اللي بعد كده، هنلاقي برضو في استراتيجيات أخرى.
السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. معلش انا والله يعني غصب عني، بس يعني خير ان شاء الله. عموما طبعا احنا اتكلمنا في الاستراتيجيات، وطبعا في الاستراتيجيات كتيرة جدا. سامعيني كده؟ مسموع صوت دكتور، طيب تفضل. تمام. طبعا انا بعتذر عن العطل ده والله، يعني بس غصب عني، مش بايدي، من الشركه الرئيسيه. لكن طبعا اهم حاجه واخر نقطه بقى اللي هي الاساسيه، ان النهارده عشان تطلع من هنا مفاوض رابح، انا لازم النهارده تبقى عندك زي نفس الرسم اللي انا عامله كده، بوتقه. في حاجه، في أخطاء وفي خصائص موضوعية وفي خصائص شخصية. يبقى لازم أنا أعرف الأخطاء بتاعتي إيه، والخصائص الموضوعية بتاعتي إيه، والخصائص الشخصية إيه، عشان أنا أخرج من المحاضرة دي أبقى مفاوض رابح في أي مكان. هنيجي على السلايد اللي بعد كده، إن أنا بتكلم عن الأخطاء. أول حاجة عندي طبعاً إيه الأخطاء اللي ممكن تخليني مش مفاوض رابح؟ أول حاجة الإعداد غير الجيد، طبعاً ما إحنا اتكلمنا فيها دي كقواعد وكأسلوب تفاوض، لكن النهارده عشان تبقى مفاوض رابح يبقى لازم نمرة واحد الأخطاء أعرف إيه هي اللي أي حد بيقع فيها ما أقعش فيها، يبقى لابد من الإعداد الجيد. إعداد جيد يعني إيه؟ يعني لازم أحضر الموضوع اللي هتناقش فيه، وأحضر التوقيت اللي هناقشه فيه، وأحدد التوقيت اللي هناقشه فيه، وأحضر المنافس بتاعي محتاج مني إيه أو طالب إيه. يعني على سبيل المثال، لو أنا راجل رايح أتفاوض على ديل معين، هو شايف الراجل الطرف الآخر ده هيتكلم في إيه، لازم أبقى أنا عارف إذا كان بعت لي مثلا جواب تفاوض بنود معينة يتفاوض فيها، فبدرسها وبشوفها، ولازم ببقى أنا قبل ما أروح أبقى أنا عارف التوقيت، أبقى رايح من بدري، ما بقاش رايح جري. النمرة اتنين، عارف أنا محتاج إيه، إمتى هقف، إيه الحدود بتاعتي في التفاوض، فلازم أبقى عامل إعداد جيد جدا. وطبعا ده في نتكلم فيها باستفاضة، لكن لابد إن أنت عارف تبقى أنت عندك إعداد جيد جدا للتفاوض. تاني حاجة، لا تغفل مبدأ الأخذ والعطاء. يعني إيه؟ يعني لو أنت أغفلت مبدأ هات وخد، يبقى ده خطأ هتقع فيه، مش هيخليك مفاوض رابح. يبقى ده خطأ تاني، إن أنت المفروض لا تغفل مبدأ الأخذ والعطاء. لازم اللي أنت رايح تتفاوض معاه ده لازم تكون هتديله حاجة، هتقدم له حاجة، فأنت لازم تكون محضر الحاجة اللي عشان تقدر تكسب وهو يحس إن هو كسب. إذا كنت أنت الطرف أو الطرف الآخر، يبقى لا تغفل مبدأ الأخذ والعطاء. تاني حاجة، ما تستخدمش أسلوب الترهيب. يعني لو أنت مش عارف إيه، خلاص بنقصها الصفقة، غلط. ما ينفعش تستخدم أسلوب الترهيب. يبقى لازم تبقى أنت راجل بتتكلم بأسلوب لبق ومؤدب، وتبقى حاسس اللي قدامك إن أنت حريص إن هو يعني إيه، يبقى فيه تعاون بينكم مشترك. الخطأ الرابع والخامس مع بعض، وانا ده مكتوب مع بعض، اللي هو نفاذ الصبر وثورة الغضب. ودي اتكلمنا عنها كتفوق كموضوع، انما النهارده عشان تبقى انت مفاوض رابح لازم يبقى انت لا ينفذ صبرك ولا يثور غضبك. يبقى انت النهارده لازم تبقى انت صبور لأبعد مدى، تتحمل كل حاجة ممكن يكلمك يقول لك انت مالكش لازمة، انت ما ينفعش حتى الواحد يتعامل، هات لي مديرك اكلمه. لا، يبقى انا عندي صبر والرد على قد الكلام وباسلوب لبق، وما ينفعش اغضب، لان لو غضبت الصفقه طارت، ولو نفى صبري انا كده مش هنفع يقدموني ان انا كمفاوض في اي مكان اخر. فانت لازم يبقى انت صبور وتعرف ازاي تسيطر على غضبك. ثالث حاجه او الاخيره السادسه، الكلام الكتير وعدم الانصات وكتر المجادلة. طبعا دول بندين انا دمجتهم برضو مع بعض عشان متناسقين مع بعض. ما ينفعش تتكلم كتير، واحنا قلنا قاعدة 80 20، لازم ابقى انا راجل منصت كويس، كلامي قليل عشان ما يكترش غلط. وما ينفعش الجدال،
طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الجدال ان انت تمسك في النقطه وتقعد تتكلم فيها وهي خلاص يعني زي ما بيقولوا كده ايه، قطعنا فيها شوط كبير وخلصت. فما ينفعش افضل، ما ينفعش ابقى مجادل، قرار باخده خلاص يبقى انا قلت النقطه ما اتكلمش فيها، انا قلت مره وخلاص او الموضوع انتهى. ما ينفعش يبقى فيه جدال، يبقى ده لازم اعرف الاخطاء دي الاول عشان ما اقعش فيها. يبقى انا محضر كويس، لازم ادي الطرف اللي قدامي حاجه عشان انا يحس ان انا ان هو كسب. ما ينفعش استخدم اسلوب الترهيب، لازم يبقى انا عندي طول صبر واسيطر على غضبي، وفي نفس الوقت يبقى الكلام قليل والصوت اكتر، وما ينفعش اجادل. نيجي بقى ندخل بعد كده على ازاي ابقى مفاوض. عرفت اخطائي، في عندي نقص. ايه نقص؟ لو جيت اشوف الخصائص الموضوعيه مع الخصائص الشخصيه، الاثنين هيدوني بقى ايه؟ خصائص المفاوض الرابح. يبقى انا النهارده الخصائص الموضوعيه بتاعت اللي هي عباره عن ايه؟ ان المفروض النهارده يبقى انا عندي قدره على التحليل، بمعنى قدره على تحليل الشخصيه اللي انا هتفاوض معاها، قدره على تحليل الموقف، قدره على التعامل مع المواقف الفجائيه. يبقى انا النهارده لابد يبقى انا عندي قدره على التحليل، وعندي معرفه. المعرفه ممكن تبقى معرفه اقتصاديه، لو انا راجل رايح اتفاوض في امر معين يخص في نقطه اقتصاديه فيه، فلازم الم بيها. معرفه لغويه، ابقى متحدث لبق اذا كان اللي قدامي على حسب اللغه اللي بيتكلم بيها احاول اكلمه. معرفه قانونيه، هل ان انا راجل اقدر ادي خصم؟ القانون بيقول كذا. لو انا رايح مثلا على سبيل المثال في جهات في التوريدات العامه مثلا في استقطاعات، لازم ابقى انا فاهم الاستقطاعات دي عباره عن ايه، القانون بيقول ايه، والجهه دي تاخد ايه. ما ينفعش راجل اقوم قايل له انا هديك خصم مثلا وليكن على كل مثلا سياره 5000 جنيه، واجي ابص الاقي نفسي هم بيستقطعوا مني 7% على كل سياره، يبقى انا كده ضيعت هامش الربح. يبقى لازم النهارده لازم ابقى انا فاهم الجزء القانوني والجزء النفسي. الشخص اللي قدامي ممكن انت بتتفاوض معه، معلش، واحد شايف نفسه ذا سلطه، ذا مكانه، ذا هيبه في الجهه اللي هو بيتكلم فيها. لكن انت النهارده لما تيجي تتعامل او تقعد معاه او كده، لازم تديله شخصيته، لازم تحلل نفسيته وهكذا يعني. فالنهارده لازم يبقى انت عندك رؤيه وعندك قياس، لازم يبقى عندك معرفه عامه بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه. فدي خصائص خاصه يعني بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه، خصائص موضوعيه. يبقى انت راجل لما تيجي تحضر شوف الموضوع احتياجاته ايه، اقتصاديه ولغويه وقانونيه، وتحلل الموضوع تحليل محترم، بحيث ان انت لما تيجي تقعد تتكلم تبقى انت راجل عارف بتتكلم في موضوع ايه. ما تروحش قاعد يقول لك يا استاذ انت عارف انت الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، ما ينفعش. فانت النهارده لازم يكون عندك الخصائص دي، لازم يكون عندك القدره على التحليل والمعرفه زي ما قلناها كده، سواء اقتصاديه او لغويه او قانونيه او نفسيه. طيب الخصائص الشخصيه بقى، لازم من خصائص الشخصيه ان انا راجل يبقى انا عندي قوه تحمل. النهارده لما بقى قاعد في تفاوض لازم اقنع الطرف الاخر، والاقناع ده بيبقى محتاج نفس وجهد ومجهود كبير. ممكن اللي قدامك ما بيديش اي مرونه، لازم يبقى انت تتحمل ان انت تتحمل الصبر وانت ما انتش صبور، ده مجهود. ان انت تكتم غيظك وغضبك وانت راجل اصلا يعني نرفز، ده مجهود. فانت لازم يكون عندك قوه تحمل، وعارف وتتدرب على دي، ان انت لازم يبقى عندك طول نفس وانت قاعد بتتفاوض ونضج الشخصيه. يبقى انت لازم اللي انت قاعد قدامه تحس ان انت انسان لا متمكن، دارس موضوعك كويس، هادي، عارف يعني ايه امتى تدي وامتى ما تديش، وامتى تتكلم وامتى تسكت. لازم يحس ان انت عندك نضج في الشخصيه. تاني حاجه، لازم يبقى عندك ذكاء ودهاء. طبعا حد هيقول لي ايه الفرق بين الذكاء والدهاء؟ طبعا الذكاء ان انت راجل يعني تتعامل مع قدامك على حسب شخصيته، ولازم تبقى انت سريع البديهه وتعرف تحلله من كلامه، ولما تسيبه يتكلم كتير تفهمه، فيبقى عندك ذكاء في حته تحليل الشخصيه اللي قدامك. اما الدهاء فان انت امتى تقول خد وامتى تقتنص من كلامه اللي انت يعني الفرصه. فانت النهارده لازم يبقى انت عندك راجل ذكي وعندك دهاء اثناء عمليه التفاوض. تاني حاجه،
حسن التصرف وسرعته. النهارده يبقى انت سريع وانت بتتكلم او انت بتاخد القرار او انت بتقول له خلاص انا موافق بالموضوع ده، ويبقى ولازم يبقى فيه سرعه. النهارده لو انت محتاج تاخد موافقه على الكلام اللي انت قلته او ترجع لحد، لازم تبقى سريع، الموضوع ما يبقاش طويل. فانت لازم يبقى عندك حسن تصرف، وانت بتحسن التصرف لازم يبقى عندك سرعه في الاداء. طب ده هينعكس على الشخص اللي قدامك ايه؟ لا، هيقول ده انسان متمكن، ده انسان فاهم، ده انسان قوي الشخصيه. فكل الحاجات دي هتخليك رابح. طيب ازاي نيجي للنقطه الاساسيه اللي هي فن الاستماع والانصات، ودي من اهم حاجه، فتلاقيها معاك في التفاوض في كل حته، ان انت لازم تبقى مستمع ومنصت جيد. النهارده دي ممكن تتدرب عليها، ممكن اتدرب عليها، ممكن لو هي مش فيا اتدرب عليها وابقى مفاوض رابح. لازم يبقى انا عندي لباقه، اتعود واتعلم ازاي اتكلم كل واحد على حسب قدره. النهارده في واحد ممكن استفاد منه لو انا مدحته، ممكن واحد استفاد منه لو انا حسسه ان هو ذو قرار، ممكن واحد استفاد منه في المفاوضه واكسب من وراه لو انا حسسته ان انت انسان ذو شخصيه خلاقه، وانسان خلوق ومحترم، والواحد بيحب يقعد معاك ويتكلم معاك. اللباقه والكياسه في الكلام دي، وان انت تفهم الشخصيه اللي قدامك وتحاول بقدر الامكان تتعامل معاه وتعرف شخصيته وتديله اللي يشبع رغباته، هتكسب وهتبقى مفاوض رابح. النهارده لازم تبقى انت قاعد في الجلسه مش قاعد باصص في الورق او قاعد باصص حواليك، قاعد باصص في اي حته، لا، النهارده لازم تبقى انت عندك سرعه الملاحظه والفطنه، يبقى انت راجل سريع الملاحظه. لو اتنين اتكلموا مع بعض وانت بتتفاوض معاهم، يبقى عرفت ان هم في نقطه معينه انت صرتها اثرتهم، فبناء عليه بيتناقشوا، فانت لازم تبقى انت عندك ملاحظه. النهارده لازم انت عندك ادراك شامل وكامل، ما ينفعش تقعد في القعده ما انتش عارف ده بيقول ايه، ده مين، هل ده الرئيس ولا ده المدير ولا ده اللي في ايده القرار. لازم انت عندك ادراك شامل وكامل. النهارده بالمحاضره دي لما تجمع الاخطاء دي وتستبعدها وتجمع الخصائص الموضوعيه والخصائص الشخصيه، انا بقول لك مفيش تفاوض هتدخله الا اذا كنت رابح، اذا اهتميت ودرست وذاكرت وحفظت، قاعد مع الاستراتيجيات مع الحاجات دي كلها، ثق تماما. لو انت ما عندكش بالفطره ان انت تعرف تتفاوض، هتتعلم، ودي مهاره يمكن تعلمها، ومن الحاجات الممتازة واللي عاملة زي البونبوناية لما بتيجي تتعامل أو تتذكرها أو تتعلم أو تتمرس. النهاردة بعد ده مهم جدا لموضوع التسويق، وده مهم جدا لأسلوب الحياة. دلوقتي احنا كده يعتبر المحاضرة خلصت، وأنا بعتذر جدا 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 على الانقطاع اللي تم، وأنا آسف، لكن الموضوع كان ممكن سهل جدا اقول لهم يا جماعه نأجل المحاضره، لكن عشان الموضوع مهم وانا انسان ملتزم، فاضطريت ان لازم نكمل باي طريقه، وانا اسف على التاخير وعلى الانقطاع. وان شاء الله بدون مقاطعه في المرحله القادمه، طبعا احنا هنكمل التسويق للاحتراف، وهنكمل مبادئ التفاوض وموضوع التفاوض بالتوازي، بس ان شاء الله هنبتدي نعمل البروجرام او نعمل سلسله محاضرات هتبقى بتكلفه تبع الاكاديميه بسيطه، لكن ان الموضوع ان شاء الله يعني يبقى مثمر ومفيد، او تبقى مسوق محترف، وان شاء الله تبقى مفاوض. ولو في حد عنده اي اسئله انا ممكن اسمع ومعاكم ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور، انا عارف ان تعبتك معايا. لا عادي ولا يهمك، هي الكاميرا مش عايزه تفتح، بس انا يلا مش مشكله. اي حدا يحب يسال الدكتور يتفضل، الدكتور معكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محاضره رائعه جدا جدا من الدكتور خطيب وعلي، رغم النت والانقطاع اللي حصل في النت، لكن زادها جمال وحلاوه. موضوع موفق جدا. اني انا كنت اعتقد يا دكتور الخطيب معك دكتور ايهاب عبد الله مصر، فانا بصراحه كنت معتقد ان التفاوض ده
يعني مقتصر على السياسيين والبيزنس مان، لكن انا ممكن ابقى متفاوض، متفاوض كمان رابح. فانا اشكرك، اشكرك جدا، معلومات شيقه جدا، وان كان حتى النت عطل لكن والله زاد روعه وجمال، ومنتظرين لحد الصبح كنا نسمع باقي المحاضره. فموفق جدا، ودائما اختار موضوعاتك يعني رابحه ومنصه جميله جدا. نشكر كل القائمين على المنصه في اختيار الموضوع واختيار المحاضره دكتور خطيب وعلي، فشكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله يا دكتور باذن الله، وكل القائمين على المنصه واصحابنا المتفاعلين، يعني ربنا يبارك فيكم. شكرا دكتور ابو عبد الله مصر. لو حد له اسئله حد عنده أسئلة؟ تمام دكتور، يعطيك ألف عافية يا رب، نعتذر على الشيء اللي صار اليوم. سامعني دكتور؟ أعتذر والله، أنا آسف. معلش عادي ولا يهمك. سامعك. تمام ننهي هلأ؟ تمام، بس في حدا رافع ايده؟ لو في حد عنده اي السلام عليكم. تمام اسمع، وان شاء الله نرد على الاسئله كلها. السلام عليكم. من المنصه ان شاء الله. السلام عليكم. شايف السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه دكتور، يعطيك العافيه دكتور الخطيب الوالي. محاضره قيمه جدا، وعلى فكرة يعني النت مو من حضرتك، النت اليوم خصوصا بالزوم كثير من الفعاليات كانت متأثرة بالمسألة هذه، ولكن ما شاء الله يعني إصرارك وإصرارنا إن على أن نتابع هذه المادة القيمة خلتنا نقعد معاك لآخر شو اسمه المحاضرة. أولا كل الشكر موصول لك وللأكاديمية. تساؤلي يكمن دكتور، الله يسلمك دكتور، تساؤلي يكمن إذا أنت يعني شخص عارف أنه هو جاي وعارف أنه لابد من أن في تعليمات من عندي أني يعني الصفقة لا أريد أن أربح فيها، يعني عندي تعليمات أنه لا مجال للمفاوضة، يعني اني انا اتي فقط لاثبات الوجود. انا بس اتعرف بك الاول. معك استاذه ابتسام الصالح من دوله الكويت. تشرفنا فيك يا استاذه ابتسام. يا هلا دكتور. لو هو عنده تعليمات بان هو لا يربح من الصفقه ديت، فطبعا يعمل حاجه، يبقى هيلتزم بالقاعده اللي هو لا يتفاوض. هو كده الشروط اللي هو حاططها يلتزم بيها، ومش هيتكلم في اي حاجه خالص الا اذا جات له تعليمات جديده. نعم، انا القصد من ذلك اذا هناك تعليمات ان لابد، طبعا وسيله التفاوض مفتوحه، وان هناك يعني فقط لاثبات للناس ان مو هو، يعني هو بذكاء ان الخطا مو من عنده، او احنا قيم من عندنا المنع او الوابط. تدري خاصه مساله القاعده، هيستخدم القاعده اللي بيقول ايه، او الاستراتيجيه اللي بتقول ايه، انا والله دي مش حدودي، دي مش بتاعتي. صحيح، هي قرار من فوق. ليه؟ عشان يحط على القاعده الاساسيه اللي هي ان مش العلاقه، لان لازم يبقى العلاقات متواصله. انت النهارده ممكن باستفاده، وممكن يحصل عن مواضيع قويه جدا من غير ما يشعر. فانت النهارده انا ما بدمرش العلاقات، لكن ممكن استخدم استراتيجيات، ممكن اقول له والله مش بتاعتي، مش بايدي، ده تعليمات، احنا ما عندناش صلاحيات ان احنا نتكلم في حاجات زي كده، بس هعمل احسسه ان انا كطرف يعني معاك، بس هعمل ايه؟ كلامك صح بس مش في ايدي حاجه. يبقى خرج من الموضوع ونفذ تعليمات الشركة. صحيح صحيح. إنزين، شلون أنا أستطيع وبذكاء جدا إن لا أخسر الذي أمامي؟ إنزين، ويعني إني أنا بالفعل يعني أنا تقديرا من إن
هناك قد يكون مسألة للتفاوض ومسألة للأخذ وعطاء، ولكن عندي علم اليقين إن هذه المسألة خسرانة بالنسبة لي، ولكني لا أريد بالفعل أن أخسر الذي أمامي. شنو اللفظ أو ممكن اعمل الوسيلة؟ ايه؟ لا لا، ده انا ممكن بالتفاوض يا استاذه، ممكن اوصل لمرحله ان انا لا اعوض الخساره لمكسب. ازاي؟ يعني انا النهارده ممكن يبقى انا الموضوع ده بالنسبه لي خسران، عايز اكسب منه وعايز اتفاوض، نعم فببتدي ممكن اسير نقط تفاوضيه مثيره للطرف الاخر، اعلي بيها المقدار مثلا اللي انا المكاسب بتاعتي. يعني ممكن انا مثلا اقول له انت لو اخذت مني مثلا، لو هي مثلا او الموضوع مثلا هياخد مني سياره، ممكن اقول له انا ممكن اديك السياره ده اهي وعليها ضمان 5 سنين معايا، فضمان نعم 5 سنين ممكن اقول له بس دي هتزيد عليك مثلا وليكن 10,000 جنيه. فيقول لك اه، بس لو جه يحسب الضمان، الضمان بيوفر فلوس، ويبقى ضد مثلا لو المكنه دي لو هي مثلا باظت ثمنها مثلا 100,000 جنيه، لما يدفع هو زياده 10,000 جنيه مش هتفرق معاه. يبقى انا كده بنقطه تفاوضيه بسيطه ربحت الشركه وعليت من اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت اديته حاجه ممكن يستفاد بيها وممكن ما يستفادش بيها. زي مثلا لما بيجي مثلا بتاع التامين اللي بيامن على الحياه، هو دلوقتي هدفه انه ياخد الوثيقه. انت النهارده هتكسب بعد سنه ولا 2 ولا 3 ولا 20 سنه 50,000 جنيه، دي في علم يعني دايما يقول لك ايه، انا النهارده ببتدي اديله مميزات اللي قدام عينه، لكن البعيد ده ممكن يستفاد وممكن ما يستفادش. صحيح. فالموضوع لكل موضوع له استراتيجياته واساليبه وتكنيكه اللي انت، ودي حاجات في التفاوض كتير، في التكنيك وفي المبادئ وفي امتى ادخل وامتى انسحب، في حاجات كتيره. يعني لو حضرتك اثرت الموضوع، لو عملنا اسقاط على موضوع معين مع حضرتك، ممكن اقول لحضرتك التكنيك التفاوض فيه ازاي، وممكن تحولي المكسب الخساره لمكسب. إلى مكسب. صحيح صحيح، يعني إني أركز على نقاط القوة وبالتالي بالظبط ممكن أرضى الطرفين معا. بالظبط بالظبط. شكرا شكرا جزيلا. شكرا ليكي. لو أي حد عنده سؤال آخر. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك. معك سيد جزيرة من المغرب، مهتم بالوسائل البديلة لحل النزاعات، وعلاقة هذا الموضوع بموضوع هذه المحاضرة القيمة اليوم، وهو أن مما نتكلم عنه أن الوسائل البديلة فيها أشهرها الوساطة والتحكيم، ومن بينها أيضا التفاوض والتوفيق والصلح. ومن تمام، هنا ده أساسي في حل النزاعات كلها. نعم، من هنا سؤالي حول توضيحات حول هذه القضية، علاقة المفاوض أو يعني التفاوض بحل النزاعات. تمام، هي طبعا ده أهمية التفاوض. لو احنا قلنا أهمية التفاوض فهي يعني أهميته حتمية. حتمية يعني ايه؟ يعني ان ما في قضايا ومشاكل لا تحل إلا بالتفاوض، ما ينفعش فيها قرار وخلاص. فده نمرة 1، ده مهم جدا في موضوع التفاوض. العلاقة التانية ان انا النهاردة عشان ابتدي اكون داخل في نزاع، اذا كنت انا الوسيط اللي بحل او انا طرف من الاطراف، فلازم يبقى انا عندي مهارة التفاوض. انا النهاردة لما اجي اقعد ما بين طرفين بحل منهم وبفض نزاعات، لازم افهم ده كويس كراجل مفاوض، وافهم الطرف الاخر كويس جدا، واشوف نقاط الخلاف، وانا من خلال التفاوض اشوف الاستراتيجيه اللي ينفع اطبقها على المشكله دي، وابتدي ادي لكل واحد بعض المكاسب من غير ما الطرف ده يعرف ومن غير ما الطرف ده ما يعرف. فبالتالي لما اجي اقعدهم على ترابيزه مفاوضات، ده هيقدم تنازلات من غير ما يعرف، وده هيقدم تنازلات من غير ما يعرف، لان انت تفاوضت مع الاطراف منفصلة وبعد كده قعدت معاهم مجتمعة. فالتفاوض، لا ده التفاوض ده أهمية التفاوض في هذه المواضيع. فالتفاوض أي نعم في كل نواحي الحياة، بس هو أساسا حتمي
لفض النزاعات. اي نعم، بارك الله فيك دكتور. الله يخليك، الله يخليك. لو حد طبعا عنده أسئلة، طبعا هو موضوع التفاوض يعني في يعني عناصر كتيرة، وفي مهارات، وفي نفسه تكنيك نفسه، وفي تكنيك بتتعلم وبتتدرب، وطبعا في على ان شاء الله يعني لما نبتدي نحاول بالتوازي مع الموضوعين. في حد عنده سؤال اخر برضه سامعك وممكن نجاوب ان شاء الله يعني. اللي بيحب يسأل الدكتور يتفضل. الدكتور معكم. حد عنده أي أسئلة؟ تمام دكتور، الله يعطيك ألف عافية يا رب، يعطيكم ألف عافية جميعا. نعتذر عن الشيء اللي صار اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا. باسمكم جميعا، باسم الأكاديمية العربية الدولية، نتقدم جزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور الخطيب والي على هذه المحاضرة الرائعة، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نتمنى له المزيد من التقدم والنجاح الدائم بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية جميعا.